السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نشرح اليوم درس جديد من دروس Grade 3 Unit 8 Lesson 1 and 2. اليوم بعنوان All About Home والتايتل A Tree House، وشكر خاص للمعلمة فاطمة الزهراء على الملف الرائع. معنا اليوم ضحى محمود كالعادة عشان تقرأ معنا الكلمات ونحل التدريبات. زي ما قلنا اليونت بعنوان All About Home. خلينا نقرأ كده يا ضحى. A nest is a home for a bird. A hive is a home for a bee. A hole is a home for a rabbit. And a house is a home for me. بعد ما قرأت ضحى الكلمات هنقول معانيها. النست، النست اللي هو العش، العش هو بيت الطائر اللي هو موجود هنا فوق في الصورة. إذا هوم فور بيرد، بيرد يعني طائر. هايف، هايف اللي هو بيت أو خلية النحل، بيت النحل أو خلية النحل اللي موجود هنا ورا في الصورة. إذا هوم فور بي. أهول، هول يعني حفرة أو جحر. أوكي، وده بيت. إذا هوم فور رابت، بيت الأرنب. And the house is a home for me. وهاوس طبعا اللي هو البيت بتاع ميرا، طبعا ميرا هي اللي بتتكلم. طيب خلونا نسمع ميرا هتقول ايه ونرجع مع بعض. Homes. A nest is a home for a bird. A hive is a home for a bee. A hole is a home for a rabbit. And a house is a home for me. Okay. هنسمع ميرا هتتكلم عن البيت بتاعها. Do you like my tree house? It's really cool. It has two floors. If you walk up the green stairs, you get to the first floor. طبعا ميرا بتتكلم عن البيت بتاعها، بتقول it has two floors. Two floors يعني ايه يا ضحى؟ يعني طابقين، يتكون من طابقين. لو احنا طلعنا على السلم الأخضر اللي هو green ladder، ladder يعني سلم. نكمل. There are little children on the first floor now. في little children in the first floor، يعني في أطفال صغيرين. How many children are there يا روحة؟ كم؟ Three. Three children، okay. Now, look, they're walking in a big circle around the tree. Can you see a ladder? At the top of the ladder is a little house. I like to play in there with my friends. It has one room with four walls. A roof, a door, and four windows. My friend Jenna is in the little house now. Can you see her? She's waving. Now I'm going to climb up the ladder and go up to our tree house. Hey, Mira, come up here. I'm coming. اوكي، طبعا ميرا كانت بتتكلم. طبعا مين اللي واقف فوق هنا؟ جانا. جانا واقفه في البيت. تقدر تقولي لي مكونات البيت ده يا ضحى؟ عندنا دور. دور. How many walls؟ كم حائط؟ Four. Four. Four walls. وفي roof. How many windows؟ قالت في كم windows؟
في فور، الفور four. ويندوز، بس هي الفور المقطع قالت ان في فور ويندوز. خلينا ننتقل للتدريب اللي بعده. A is a home for a bird. ايه هو اللي بيت الطائر؟ Nest. نقرا الجملة كاملة. A nest is a home for a bear. Very good. بعدين ثاني سؤال. A hive. Hive. A hive is a home for a bee. وهذا الهايف خلية النحل. A hole is a home for a rabbit. الحفرة هي بيت الأرنب. وبعدين آخر شيء. A house is a home for me. Very good. Okay, what are the parts of the tree house? إيه هي أجزاء التري هاوس زي ما كان باين في بيت ميرا؟ عندنا هنا إيه؟ Roof. Roof اللي هو السطح. بعدين؟ Door. دور الباب. وبعدين ladder، ladder السلم. wall، wall يعني حائط. wall wall. وبعدين window، window يعني الشباك. ننتقل الى lesson 2 new words. الكلمات اللي احنا استخدمناها من شويه نقراها ثانيه ضحى. Roof, wall, stairs. كلمة stairs يعني سلالم، بس السلالم العادية اللي هي الدرج. وبعدين ladder، ladder اللي هو السلم الخشب. ladder. وبعدين door. وبعدين window. طبعا الكلمات واضحة من خلال الصوت. اوكي نكمل. طبعا المفروض هنا في مقطع صوتي والمقطع الصوتي مش موجود. Do you live in a house? What other kind of homes do people live in? طبعا كلنا اكيد بنعيش في house. البيوت او المنازل ليها انواع. في ناس بتعيش في ممكن نقول in a villa. ممكن نكتب كده. طبعا ده يعني نشاط خارجي. ممكن نكتب انواع البيوت. في ناس بتعيش في فيلا. في ناس بتعيش في flat. flat يعني شقة. في البعض بيعيش في حط في كوخ. وفي شيء اسمه بانجالو. بانجالو ده عبارة عن بيت من طابق واحد. وفي ناس بتعيش في بالاس في قصر. دي بعض أنواع المنازل اللي احنا أو الناس ممكن يعيشوا فيها. فيلا، فلات، حط، بانجالو، وبالاس. Write a sentence و remember to use commas. المفروض ان احنا نتدرب على كتابة الجمل بشكل صحيح. Who lives in your home with you? طبعا كل واحد يتكلم عن أسرته. واحد يقول I live with my mom, dad, my brother and my sister. طب ايه الموضوع هنا اللي احنا لازم نتدرب عليه، اللي هو امتى نكتب الكوما او نكتبها ازاي بشكل صحيح؟ طبعا مع الفول ستوب. لما يكون عندي مثلا أربع أشخاص بعيش معاهم زي ما موجود معايا هنا. I live with mommy, daddy, Moza and Tark. لاحظنا إيه هنا؟ لاحظنا لما يكون عندي أربع أشخاص استخدمنا الكوما ما بين الأفراد. هنا مامي كوما، دادي كوما، وبعدين موزا، وفي الآخر قبل الأخير حطينا and. ولما يكون عندي أربع أشخاص ما أقولش مامي and daddy and Moza and Tark، لا بقول مامي كوما دادي وبعدين كوما وبعدين موزة، وقبل الأخير بحط and. دلوقتي جاوبي على السؤال ده يا ضحى. Who lives in your home with you? I live with mommy, daddy, Saja and Parag. And Parag. Very good. طبعا كل واحد بيتكلم عن أسرته. Who lives in your homes with you? طبعا اللي سألناه من شوية I live with mommy, daddy, Moza and Tarek. وضحى قالت لنا I live with my mommy, daddy, Saja and Bara.
What is on the roof on the treehouse؟ بعض الأسئلة كده عشان نختبر نفسنا إحنا عندنا قوة ملاحظة أو لا. What is on the roof of the treehouse؟ هنا فوق السطح هنا موجود إيه؟ موجود a nest. There is a nest. What little shape is in the door؟ في على الباب كده في شكل صغير، إيه الشكل ده؟ Heart. Heart. Very good. What color is the rabbit؟ الرابت لونه إيه؟ Brown. Brown. لونه بني. السؤال الرابع، how many little children are there؟ كم طفل صغير هنا؟ Three children. What color t-shirt is Mira wearing؟ ميرا لابسة تيشيرت لونه ايه؟ Pink. ميرا is wearing a pink t-shirt. Where do the stairs go؟ السلالم بتطلعنا لغاية فين؟ To the first floor. يبقى اللي تحت دي اسمها stairs واللي فوق دي اسمها ايه؟ ladder. دي الدرج والتانية اللي هي ايه؟ السلالم الخشبية اللي هي اسمها لادر. كده نكون وصلنا لنهاية شرح الدرسين الأول والتاني. شكرا يا ضحى ونراكم في فيديو جديد، مع السلامة.